بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. تقويم ودعم وتوليف التعلمات Evaluation, Soutien et Synthèse. أحيط كل طفل أمامه كرسي. أحيط كل طفل أمامه كرسي، يعني الطفل الذي يوجد أمامه كرسي سوف نحيطه. نبدأ بهذا الطفل. أين يوجد الكرسي؟ أمام الطفل أم وراءه؟ الكرسي يوجد وراء الطفل، إذا لا نحيط هذا الطفل. هذه البنت، أين يوجد الكرسي؟ أمامها أم وراءها؟ يوجد أمامها، إذا نحيط هذه البنت أو الطفل. هذا الطفل، هل الكرسي يوجد أمامه أم وراءه؟ يوجد أمامه، إذا نحيط هذا الطفل. هذا الطفل، أين يوجد الكرسي؟ أمامه أم وراءه؟ يوجد أمامه. هذه الطفلة، أين يوجد الكرسي؟ أمامها أم وراءها؟ وراءها، إذا لا نحيط هذه الطفلة. أحيط ما فوق الطاولة بالأزرق، هذه الطاولة، ما على الطاولة بالأحمر، ما تحت الطاولة بالأخضر، إذا ما فوق الطاولة بالأزرق. ما على الطاولة بالأحمر، ما تحت الطاولة بالأخضر. ألاحظ ثم ألون حسب التوجيه. إذا اللون الأحمر سوف نلون باللون الأحمر خارج، يعني خارج هذا الخط، كل ما هو خارج من الخط سوف نلونه بالأحمر. داخل الخط سوف نلونه بالأزرق داخل الخط. على، يعني على الخط، على الخط نلونه باللون الأخضر. أحيط العناصر حسب العدد المحدد في كل بطاقة. سوف نحيط العناصر حسب العدد المحدد في كل بطاقة. إذا رقم 8، يعني سوف نحيط 8. إذا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. 9، سوف نحيط 9. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. 7، سوف نحيط 7. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. 5، سوف نحيط 5. 1، 2، 3، 4، 5. 1، 2، 3، 4، 5. أكتب عدد الشمعات على كل حلوى. إذا نحسب عدد الشمعات
إذا واحد، اثنان، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. واحد، اثنان، ثلاثة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. واحد، اثنان. أصل كل قميص بالمكان المناسب على الحبل. أصل كل قميص بالمكان المناسب على الحبل. إذن هذا الحبل، هناك أقمصة معلقة وأقمصة في أيدي الأطفال. سوف يعني نصل كل قميص بالمكان المناسب. إذن هنا العدد ثلاثة. إذن العدد الذي قبله اثنان، العدد الذي قبله واحد. إذن ما قبل ثلاثة هو اثنان. إذن سوف نبحث عن اثنان. اثنان، اثنان، ما هو العدد الذي قبله؟ واحد. ثلاثة، ما هو العدد الذي يلي ثلاثة أو الذي يتبع ثلاثة؟ أربعة. أربعة يتبع خمسة، ما هو العدد الذي يتبع خمسة؟ ستة. سبعة، ما هو العدد الذي يأتي بعد سبعة؟ هو ثمانية. ما هو العدد الذي يأتي بعد ثمانية؟ هو تسعة. أصل كل طفل بما يمكن أن يشتريه. أصل كل طفل بما يمكن أن يشتريه. إذن نلاحظ أن الطفل يتوفر على خمسة دراهم، والطفلة تتوفر على سبعة دراهم. بالنسبة للطفل خمسة دراهم. سوف نقرأ أثمنة هذه الأدوات وهذه الأشياء. ستة دراهم، سبعة دراهم، تسعة دراهم، خمسة دراهم. الطفل لديه خمسة، هل يمكنه أن يشتري المشط بستة دراهم؟ لا، لأن خمسة أصغر من ستة. هل يمكنه شراء المقص بسبعة دراهم؟ لا، لأن خمسة أصغر من سبعة. هل يمكنه شراء النظارات بتسعة دراهم؟ لا، لأن خمسة أصغر من تسعة. هل يمكنه شراء الأقلام الملونة بخمسة دراهم؟ نعم، لأن لديه خمسة، وخمسة تساوي خمسة. الطفل يمكنه أن يشتري علبة الأقلام الملونة لأن ثمنها خمسة دراهم، وخمسة تساوي خمسة. ننتقل إلى الطفلة، لديها سبعة دراهم. إذن هل يمكن أن تشتري المشط؟ نعم، لأن ثمن المشط ستة، وستة أصغر من سبعة. إذن يمكنها أن تشتري المشط. المقص سبعة دراهم، هل يمكن أن تشتري المقص؟ نعم، يمكنها أن تشتري المقص لأن ثمنه سبعة، وسبعة يساوي سبعة. هل يمكنها شراء علبة الأقلام الملونة؟ نعم، لأن سبعة أكبر من خمسة. هل يمكنها شراء نظارات تسعة دراهم؟ لا، لأن سبعة أصغر من تسعة. إذن بالنسبة للطفل يمكنه فقط أن يشتري علبة الأقلام الملونة. أما الطفلة فإنها يمكن لها أن تشتري المشط، أو يمكن أن تشتري المقص، أو يمكن أن تشتري الأقلام الملونة. أحسب ثم أكمل. أربعة زائد كم يساوي خمسة؟ إذن ما هو العدد الذي نضيفه إلى أربعة ويعطينا خمسة؟ إذن هو واحد. إذن أربعة زائد واحد يساوي خمسة. وبطريقة أخرى، خمسة ناقص أربعة يساوي واحد. إذا كان لدينا خمسة
يعني خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ننقص منها أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، كم يبقى؟ يبقى واحد. إذن هذا هو الجواب الصحيح. أو أكتب يعني أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، كم أضفت إلى هذه الأربعة؟ أضفت واحد. ثلاثة زائد كم يساوي أربعة؟ ثلاثة زائد واحد، ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة. اثنان زائد ثلاثة يساوي خمسة. اثنان زائد كم يساوي أربعة؟ زائد اثنان. اثنان زائد اثنان يساوي أربعة، أو أربعة ناقص اثنان يساوي اثنان. أرتب الأعداد التالية: سبعة، ثمانية، خمسة، تسعة، ستة، باستعمال الرمز المناسب تصاعديا تنازليا. ما معنى الترتيب التصاعدي؟ تصاعدي من الأصغر إلى الأكبر. إذا أصغر عدد، أصغر عدد هو خمسة، إذا أكتبه خمسة والرمز أصغر من. إذا بقي ستة، سبعة، ثمانية، ستة الرمز أصغر من، ثم سبعة الرمز أصغر من، وثمانية. تنازليا، تنازليا يعني عكس تصاعدي، ترتيب تنازلي من الأكبر إلى الأصغر. إذا أكبر عدد هو ثمانية، وأضع الرمز أكبر من، ثم سبعة نضع الرمز أكبر من، ثم ستة أضع الرمز أكبر من، ثم خمسة. أرتب السلاحف بكتابة الأعداد من واحد إلى تسعة في الأقراص. إذا هنا الوصول يعني مسابقة بين السلاحف، هذه السلحفة الأولى التي وصلت إلى نقطة الوصول، إذا سوف نكتب واحد. إذا السلحفات الأولى رقم اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وتسعة. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.